قالوا لي وقعت لك شي أزمة أخرى مهنية هاد المرة. ياك ما بغيتش ندخل في التفاصيل تتعطي لا عطيتينا انت الاذن نهضروا. وي هادي يعني كانت صحيح حتى هي هادي كنت دزت واحد واحد الفتره صعيبه بزاف تقريبا لمده 3 سنوات والاصدقاء ديالي اللي قرب ليا اللي ما عرفوا هاد سميتو جاتهم غريبه جدا كيفاش انا كنت يعني اولا ما هضرتش معاهم في الموضوع وكنت دائما ما عمرهم شافوا ما عمرهم لاحظوا فيا شي حاجه تغيرت يعني بقوا كيشوفوا فيا دائما انا هو بخير ولكن انت كنت كتمر من ازمه كبيره بزاف لانه تعرضت للنصب. شوف نقدر نقول النصب نقدر نقول هناك او كانت زياده في الثقه ديال ذاك الشخص اللي كنت يعني واحد ماشي غير صديق كان اخي وكيعيش معايا في البيت ديالي وكذا وكذا واش كان متعمد او دار اخطاء فهمتيني من ناحيه تدبير دوك المشاريع اللي كانت ولكن انا اكد لك بان الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني كاع داكشي اللي ضاع يعني تعوض في اقرب وقت الحمد لله والله كنهضر يعني كنهضر ليك كنهضر معاك من قلب صادق الحمد لله صراحه واحد اخر يمكن كون ديك الفتره ديال 3 سنين كان ممكن يركبوا شي مرض خطير او توقع لي شي حاجه او يقدر يدير شي كارثه ولكن الله سبحانه وتعالى يعني ثبتنا وخلانا نشوفوا يعني هذاك ماشي هو الاهم في الحياه وكنت كنشوف بطبيعه الحال عندي زوجه عندي ولاد وليدات الله يحفظهم ديني هذا هو الاهم وكانت الوالده مازال في الحياه يعني حتى هي ما خصهاش تعرف بان كان هذا المشكل. ما قلتيهاش لا 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 ما عمرها عرفت لا 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 بغيتيش تفقسها لا لا يعني تبع الاصدقاء قلت لك ما عرفوها حتى اللي ما عرفوهاش من عندي عرفوها من عند ناس اخرين. اذا انت عرفت تجاري حتى الازمات. لا الحمد لله حتى كنتي في التيران واخا كيكون المنتخب في ازمه ولا الفريق في ازمه الحمد لله الحمد لله. إذا معلوماتي صحيحة ولكن شوف دائما أي حاجة كنبغي نديرها ولا سميتو عندي دائما كنتشاور عندي ناس عندي فيهم الثقة ناس ذو خبرة ناس يعني كل واحد في الميدان ديالو لما كنبغي ندير شي حاجة ما حتى في الرياضة الآن عندي أصدقاء لما كنبغي نقرر شي حاجة في الجانب الرياضي كنتشاور أشنو الرأي ديالك عاد كناخذ القرار من بعد. أوكي.